فارس يديه شو بش يقول؟ واه شنو؟ نوليج عطاير كامين اب. السلام عليكم يا ابطال تونيزيا فيتنس اند سوي، امين مراد معاكم وانتم تتفرجوا في الحلقه الثانيه من نوليج عطاير. ليتس دو ذيس. برشا يعتقدوا ان اي حاجه باهيه هي ديما باهيه، واي حاجه خايبه لازمها تكون ديما خايبه. كيما احنا شنو اليوتيوب بتاعنا فيها فيديوهات باهين، مش ديما باش يكونوا فيديوهات باهين، لا يلزمهم يكونوا ديما باهين. فاش تحكي كي تاخذ فيتامينات مضاد للاكسده بعد ستريس كبير نتاع تمرين، كي تكون لوجيك في مخك باش تقول هذه حاجه معقوله برشا. انا نترينا عملت ستريس كبير على بدني، دونك تو يلزمني نعطيه مضادات للستريس هذاك باش يتعاوني على الاستشفاء بسرعه. هي لوجيك، لوجيك برشا. هذا البعد النظري، لكن كي تختص في بدنك وفي البعد الفيزيولوجي نتاعو توه في امرك. العلماء في السنين الاخرى لقاو اللي كي نستهلكوا كميه كبيره نتاع مضادات الاكسده بعد التمرين، وخاصه على راسهم فيتامين سي وفيتامين او، يعطلوا بشكل كبير تفاعل الجسم نتاعك مع الستريس اللي عملته. يعني بلغتنا جيت طبيتها عميتها. احنا كي نترنيو ونعملوا في ستريس معين للجسم نتاعنا باش يتفاعل مع الستريس هذاك ويحاول يحسن من روحه ويتطور من روحه. لكن انت كي تاخذ مضادات الاكسده بعد التمرين عباره قصيت عليه الضوء والسنيال هذاك باش يولي ما عادش يوصل له. باش ما نختصش برشا في التفسير العلمي اللي انا كي قريته ديجا جمت هكاي، باش يخليني ناخذ اكثر وقت وباش نخرج من الكونسيبت بتاع السيري هذيا اللي لازمها تكون على الطاير. باش نعطيكم مثال يبسط لكم العمليه اكثر. شفتوها بلادنا تمر بازمه اقتصاديه كبيره، هذاك هو ستريس. في بلاصه تقوم بدعم الاقتصاد الوطني ورجال الاعمال التوانسه ونعاونوا بعضنا ببعضنا ونحاولوا نطوروا من رواحنا، مشات الدين مع عند العباد اللي من برا. هذا هو بالضبط اللي انت تعمله كي تاخذ مضادات الاكسده بعد الستريس اللي عملته على بدنك.